الاسم ديالي ام طه. ام طه عاودي لنا القصه ديالك كيفاش تصابت بهذا المرض. سيدي تصابت قبل عاشور، تصابت بهذا المرض هذا. المهم كنت خدامه، راجلي كان في السياحه، كنا المهم بخير في مراكش. جينا الاساس اكادير على اساس اننا من بعد ما السياحه ضربات، لانه هو كان فوندور في السياحه، جينا لاكادير باش نخدمو. المهم وقع نقاش بيناتنا، كان هو مشى واحد الفتره مشى واحد الفتره اللي ديال 8 شهور. يعني لا كان مشى باش يخدم تما وخلاني انا هنا انا والوليدات. المهم كافحت هو شويه من تما وانايا هنايا، كنكافحت مع ولادي، خدمت. المهم ما خليت فاش خدمت، خدمت في فيرما، خدمت وانا ما تنعرفش هادشي ديال الفلاحه. يعني انا الاصل ديالي من الرباط، يعني ما كنعرفش هادشي ديال الفلاحه. فيها الشام مشيت نخدم يومين ثلاث ايام، كيشوفوا يدي ثقيله كيخرجوني. المهم خدمت في الديور، ما خليت فاش ما جاب الله كنخدم. اي حد عيط عليا، يا ميناش في القهوه يا ميناش في الدار، كنمشي كنخدم. المهم قبل العاشور جاتني واحد السخانه ثلاث ايام، ما عقلتش على راسي، وانا عندي ربعه د الوليدات. الوليد ما كنتش عارفه راس السرطان، انا دائما كنت كنحس بالسخفه، دائما كنت كنحس بالعيا، دائما اي حاجه كنجي نديرها ما قداش. ماشي تصدمت، ولكن قلت ابتلاء من الله، فاللهم لك الحمد، يعني غنقاوم وغنتعالج وغنكون مع وليداتي باذن الله. ساعه ملي دخلت ما كنتش عارفه شنو هو اصلا السرطان، كنت كنسمع كيصحابني راه غيتعالج. ملي دخلت للسبيطار داوني واحد الناس الله يجازيهم بالخير، من هذا المنبر هذا كنشكرهم بزاف، وقفوا معايا الله يرحم ليهم الوالدين. داوني دوزوا ليا، درت تحاليل راهم قدام، درت سكانير، وقفوا معايا ناس بمعنى الكلمه، على اساس انني زعما نبادر بهذا المرض. قالوا لي راه عندك السرطان في الثدي، عندك تينتشر دغيا، خاصك في اقرب وقت انك ديري العمليه، حيت لمشات تنتشر صافي ما بقاش. ربما ما عندكش باش ديري العمليه. ما عنديش اخويا، ما عنديش، انت كتشوف الكرا، انا تيعاونوني غير الناس، ما لقي لا ما ناكل ما نشرب. هالكرا هاك من مدمره من ناحيه من جميع من كل ناحيه. حتى الراجل فاش عرفني مريضه جا كافح معايا وبغى يخدم هنايا، ولكن ما لقاش خدمه. عيا ما يقلب، عيا ما يدق، عندي نوامر الناس نعطيهم لك الا بغيتي، اللي تيعيط لهم وكيطلبهم على خدمه ما كاينش. تقهر، مشيت للسبيطار على حسب الدوله، ما لقيت حتى اذن صاغيه، يعني ما كاينش اللي يسمعني. حتى من البنش كيقولوا لي ما كاينش باش يديروا لي العمليه. وعندي اوراق وعندي ادله، ولكن انا يا غنقول حسبي الله ونعم الوكيل. يعني انا التجأت للدوله زعما بلا باش ما نحتاجش، مشيت للسبيطار العمومي باش نعالج راسي باش يديروا لي العمليه وندوز. ما بقيت حتى شي ما بقيت حتى شي حاجه، كلشي كي جوج مرات وانا كندخل البلوك كيقولوا لي البنج ما كاينش. المهم خرج قال لك سيري تنعيط لك، بقيت تنعيط لك. المهم داز هاكاك هادي دابا راه شراي، نهار بعد نهار كنلقى، نهار بعد نهار كنلقى راسي كنموت، نهار بعد نهار. المهم كنكافح وكنصبر، وخاصه كي تنوضي، لان ربعه الاولاد صغار، الكبير 9 سنين، تبع واحد 6 سنين، واحد عندي 4 سنين، واحد عام ونص. يعني خاصه كي تنوضي، خاصه كي طيبي، خاصه كي تجيبي، خاصه كي المهم تنتقاتل. هادي خويا دابا تقريبا شي سيمانه ما عرفتش شنو وقع ليا، ضرب ليا واحد العرق في راسي لجهه قلبي. صافي هاد اليد هادي ما بقيتش كنقدر، يدي ما بقيتش كنقدر نحركها، صافي ما بقيتش قادره نتحرك، ما طحت على وقفتي. ولدي كيعيط، تيقول لي ماما ماما ماما، كنسمع ماما ماما، تجيني بعيده. فاش فقت جاب الله الوليد الصغير، عرف يطفي البوطه الله يحفظه. قول ديالك اللي بغى يعاون. انا اول حاجه اخويا كنطلب من الله سبحانه وتعالى، لانه هو اللي كيعاون العباد ومن الناس اللي كيسمعوني. 06 80 59 32 80، 06 80 59 32 80. الله يرحم الوالدين. انا ما بغيت حتى حاجه، بغيت غير الخدمه المول الدار اللي يقدر يهز بها وليداتو، وبغيت يساعدوني انني ندير هاد العمليه ونشوف شنو عندي انا. دابا راه هاد الشيء هذا داز عليه شراي، ربما هاد المرض، هادوك الوراق وهداك الشيء اللي درت، يا وقيلا غيتاني لا، ولا ان خاصه يكونك عاودي من الاول. وانا بالسيف ما لقيت الناس باش يعاونوني، بالسيف باش لقيت الناس.
السبيطار عمومي ولا بتاع والو خويا، حتى شي حد ما استقبلني، ما كذبش عليك. تسمع السبيطارات الحكومي ديال الدوله، يعني المسكين يمشي يتعالج. هادشي اخويا راه ما كاينش اخويا، البنج ما كاينش، السبيطار ما فيهش البنج. دخلت جوج مرات الغرفه ديال العمليات، ما كاينش البنج. يعني لا، جوج مرات كنخرج منها قال لك سيري تنعيطوا لك. انا كنطلب من الله كما قلت لك، وكنطلب من الناس اللي كيشوفوني ولا من وزير الصحه، لان انا ما عنديش علاقه، عندي ورقي ها هما كيتبتوا هذاك الشيء، ولكن انا ما غنقول حتى شي واحد شي كلمه. كنقول الله يرحم الوالدين، راه الناس كتموت، ماشي انا اول حاله ولا ثاني حاله. المهم عتقونا اخص هاد مرض السرطان، ومالي راه كيموتوا نهار بعد نهار، راه ما كيقدرش الانسان باقي يوقف. راه لا عندك وليدات، ما كتخافيش من الموت، الموت كنا غنموتو، كنا غنلقاو الله، لما مت دابا غنموت ساعه، ولكن هاد الالام. وكتشوفي وليداتك صغار محتاجين ليك، ما كتقدريش، كتشوفي راسك خاصه كيتصاري، خاصه كيتبادري. والحمد لله العلاج كاين في البلاد. شي بالنسبه للسرطان المرحله الثانيه راه كاين العلاج، ولكن هاد التاخير هذا هو اللي خايب. ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على رأس كل لحظة.